كبير قوي برضو، احنا فكرنا على قدنا، انت كمواطن فكرك على قدك، سيب الاجهزه تشتغل، سيب الدوله تشتغل، سيب الداخليه تشتغل. لا ده في اعترافات يعني الارشادات عن الناس دي شغاله، لان انت لما تجيب القيادات الماليه والراسماليه القويه دي وتجيبهم بمستندات وتجيب، لا ده نتاج ان في معلومات جات لنا وفي حاجات جات لنا تم القبض عليه. يعني صفوان ثابت جهينه، على فكره سبق صفوان ثابت ده ان في 2015 تم القبض عليه برضه. بالمناسبه عشان ما نخلطش الامور، جهينه ملهاش علاقه كمنتج، ولكن ده الغسيل اللي شغال، دي الفلوس اللي بتتدور، بيجي له فلوس ودعم من هنا وتمويل من هنا عشان بعد كده انا المليونير صاحب مصانع جهينه ويبدا يمول دخول مجال الليزر في علاج البروستاتا قدر يفهمنا الوظيفة التشريحية والوظيفة الديناميكية للبروستاتا. يعني دلوقتي الاول كنا بنقول احنا لما نشيل البروستاتا كلها انت هتفقد الانتصاب وكمان هتفقد القصف. لا ده احنا بنعمل بروتوكولات جديدة دلوقتي، ولسه انا مشرف على بروتوكول 94% من المرضى اللي عملهم البروستاتا بالطريقة الجديدة، لا بدأنا نحافظ على القصف وكمان نحافظ على القدرة الجنسية. فاحنا بنقول ان دلوقتي لو انت عندك سن 60 سنة وتقدر تعمل بروستاتا وتقدر من خلالها تقدر تحافظ على القدرة الجنسية وتقدر تحافظ على كمان القصف يكون لقدام مفيش ارتجاع للقصف، لا بنقول لك تعال اعمل عملية احسن من العلاجات. الا اولا العلاجات مكلفة جدا لانها تاخد فور لونج تايم يعني وقت طويل. الحاجة التانية بعض علاجات البروستاتا بتأثر على القدرة الجنسية وبتأثر على الرغبة الجنسية زي هرمون الذكورة الالفا الفايف الفا ريدكتيز انهيبيتورز. لا كمان انت ممكن توصل لوقت من الاوقات انت صحيا مش قادر تعمل العملية فمش قادرين ندخلك تعمل عمليات. فاحنا بنقول دلوقتي ان احنا الحقيقة وقفنا على محطة مهمة جدا، المحطة دي عبارة عن ازاي نقدر نستأصل البروستاتا عن طريق المنظار وعن طريق الليزر بدون التأثير على القدرة الجنسية وبدون التأثير على القصف. وانا عندي مرضى بالفعل حقيقة يعني مصورهم في العيادات بعد العملية سن 50 سنة و60 سنة و70 سنة قدرنا ويبدأ يمول الإرهاب ويبدأ يمول الجماعة الإرهابية الإخوانية ويبدأ يصدر لنا ويجيب لنا السلاح يستورده لنا من هنا ومن هنا ويدعمهم. الناس دي يا جماعة، الناس دي يا جماعة المحاكمة، أنا بالنادي وقلنا كذا مرة المحاكمات العادلة للناس دي حرام، ده على طول قرارات مصادرات زي ما شفنا قبل كده، قرارات مصادرات، صادر امواله، دي اموالنا، ده هو سرقها. ولو هم بيمولوه من بره برضه حلال لينا، لانه دم ولادنا معكر بهذه الاموال. فيا جماعه يعني برضه هي بشرى حلوه، خبر حلو، يعني صفوان على فكره 7 مليار، يعني صفوان ثابت 7 مليار جنيه حجم انفاقاته على الجماعه الارهابيه. طبعا هو خد 15 يوم وربنا يتولاه هيقعد جنب اخواته. وسيد السويركي طبعا سيد رجب السويركي، سيد رجب السويركي ده صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور. طبعا السويركي ده يقال او يشار عليه ان هو فلسطيني الاصل. سيد السويركي لو ترجعوا معايا لورا شوية، سيد ده كان متجوز 13 واحدة وتم اتهامه وسجن قبل كده انه جمع ما بين خمسة مع بعض، يعني في عهد مبارك جمع ما بين خمسة مع بعض. طبعا الشرع والقانون أربعة، الراجل ده جمع خمسة ودقنه قد كده والحكاية، ولما تدخل المحلات بتاعته ساعة الصلاة يقفلوا المحلات ويطردوا الناس بره بعد الصلاة يا جماعة، وعامل لي فيها الشيخ معرفش ايه في الآخر عمل ده. طب هو سيد السويركي نفس الكلام، تم القبض عليه وخد 15 يوم النهاردة برضه أحد التهم تمويل الجماعة الإرهابية والبس والحث على القتل. يبدو أن الرئيس والاجهزه عندنا واخده توجيهات من الرئيس قويه جدا بالتنشيط ومسح وتنظيف هؤلاء، يعني الساحه من هؤلاء، يعني او المصريين تأنوا الراجل ده جمع فلوسنا كلها، يعني توحيد انه ده خد فلوسنا كلها وبيجي له فلوس من بره كمان، بعدين يشتري سلاح يديه للجماعه الارهابيه. قبل ما ناخد الفاصل هنتكلم على سياده الوزير خالد الازهري اللي برضه تم القبض عليه، وزير القوى العامله تم القبض عليه بنفس التهمه اللي هو مساعدة الجماعة الإرهابية. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.